الصخري الذي دفنت فيه أنتيغو. وإذ في أحدنا يسمع صيحة بعيدة وأنينا حادا يأتيان من داخل القبر. This project is a play, a theater play called Antigone of Shatila. It's a play based on Sophocles' text Antigone, but after that we adapted with a group of women who are refugees women, Syrian refugees women, who came from who are living now in Shatila camp in Beirut. We try to write a new text depending on their own stories. حضني وتكون حنونة علي مثل أمي. أنا هلا عم أسمع صوت العصافير وهي عم تغني لي تغريدات الوداع. بصراحة مش أنا اللي اخترت، يعني الأستاذ محمد والأستاذ عمر هن اللي اختاروا، لأنه أنا كمان كان بنفس السنة ميت لي أخين، بنفس السنة اللي عملنا فيها المسرحية، فحسوا إنه أنا ممكن أكتر وحدة أكون إنه ممكن إني طلع هالشي فعلا من جواتي، لأنه أنا عن نفس الشي صار فيني. كمان مرضي يقول وصلنا فوتني على محل ملبوسات كبير. حبيت شارك بهالعمل أول شيء لأنه مشان نحكي عن معاناتنا ونوصل صوتنا للعالم ونعبر عن الشيء اللي جواتنا، الشيء اللي جواتنا نطلعه لبرا كل العالم تسمعه. For sure it's political play, but not in the way of message. For me it's like more like testimonies from what happened in Syria now in the voices of women, and these voices usually is not take a real chance to speak. Most of the speakers usually are men, and also this kind of women are really not allowed too much to have voice in what happened. So I think this play is political in this way because it gives them the voice. بعد ما هدم بيتي انجبرت اطلع من سوريا، طلعت غصبا عني. لما ركبت بالسيارة حسيت حجار بيتي المهدم عم بتنادي لي، حسيت تحنت وقلوب البشر لا حنت ولا حست. نزلت بكيت وبوستهم وجبت معي حجر، هاي من حجارة سوريا، هو اغلى شيء عندي صفه لانه بذكرني بالايام الحلوه. احنا يعني اجينا لهون انه نتامل انه نحسن صوره العرب والمحجبين وصورتنا احنا النازحين للدول اوروبا، انه احنا منا ارهابيين، احنا ناس بس بدنا سلام مش اكثر. هلا انا بطبيعتي بسوريا لما كنت مدرس، ولما اجيت على لبنان حسيت هيك انه في حصر كثير، ما في غير طبخ واكل وشرب وغسيل وهي. وقت اجت شغله المسرح حسيت اني بدي اعمل شيء جديد. بالعكس كانت شغلة المسرح كتير كتير حلوة وانبسطنا كتير فيها، ويا ريت إذا بيصح لي مرتين وثلاثة إني أعيد ما أقول لا.